لكن دلوقتي هنشوف مع بعض لقاء سريع كده مع فرج بيعامر رئيس نادي سموحة. الدوري المصري هذا الموسم يعني ده مش رأيي، ده رأي الجميع، يعني كان في لخبطة كتيرة قوي قوي، ويعني وكان في مشاكل كتيرة قوي وما زالت في مشاكل، وإن شاء الله ربنا يسهل والدنيا تنتهي على خير بإذن الله. بس هو أبرز مشكلة إن هو عايز أقولها مستوى التحكيم، مستوى التحكيم للأسف ليس طعنا في ذمة الحكام لا قدر الله، ولا حد يقدر يقول إن في حاكم عايز يبقى وحش، أو لكن هو يعني مستوى الحكام زائد إن هم تحت ضغط الأمور بتفلت منهم، والدليل في ذلك إن كل الأندية دلوقتي بتتصارع إنها تشتري حكام أجانب أو تجيب حكام أجانب، يعني في فرق كتيرة قوي بتروجيت فرق كثيره جدا بتطلب حكام اجانب للمباريات، فده دلاله وحشه، يعني دلاله وحشه، ويعني كان المفروض اتحاد الكره استجاب للناس من الاول، للناس كلها بتتكلم في هذا الموضوع، واحنا ما نتمناش ان يجي حكام اجانب. ويمكن سموحه بالرغم ان هو تعرض لظلم تحكيمي في 10 مباريات، يعني 30 نقطه ضايعين من سموحه بسبب الظلم التحكيمي او الاخطاء التحكيميه، لكن احنا تحت اي ظرف من الظروف ما جبناش حكام اجانب، لا جبنا حكام اجانب ولا عمرنا هنجيب حكام اجانب، لان مش من انا انت بتعمل فرقه وتعمل جهاز فني، بتصرف على الفرقه وبتجيب جهاز فني وتعمل كل اللي عليك، مش معقوله بقى هتجيب بقى كمان حكام اجانب. الكلام ده لا بنشوفه لا في ألمانيا ولا في فرنسا ولا في إنجلترا ولا في أي دولة من العالم. دي ظاهرة غريبة جدا وظاهرة خطيرة جدا، يعني ظاهرة خطيرة 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 جدا. حل الموضوع ده من وجهة نظر حضرتك إيه؟ الارتقاء بمستوى التدريب، وإن الحكام يدخلوا احتراف وتبقى لهم عقود زي عقود اللاعبين، ويبقى لهم الشركات راعية بترعى الكلام ده، ونرتقي بمستوى بكفاءتهم بس أكتر من كده، يعني نمرنهم اكتر من كده ونحطهم في مواقف صعبه اكتر من كده، زي السيميليتور زي ما بتمرن قبطان ولا طيار ولا هذا الكلام، تشوف البرامج اللي بتطبق بره شكلها ايه، زائد ان الاختبارات تكون في اختبارات فيسيولوجيه بقى وسيكولوجيه بقى، واساتذه علم نفس برضو يختبروا الحكام، بحيث ان احنا نختار اعلى مستوى من الشباب يبقى هو حكام، ونحاول نجذب نجوم كره قدم ان هم يبقوا حكام، نجوم صف اول زي ما بنشوف في اوروبا حكام، ده الحل. مهندس حضرتك كان ليك وجهه نظر ان انت رافض التحكيم الاجنبي قبل مباراه الاهلي، لو الزمن رجع بينا لورا برضك على نفس القرار؟ لا مش هجيب حكم اجنبي، اصل ده يعني لا مش هجيب حكم اجنبي، ما انا في مباراه الزمالك الحكم الاجنبي محاسب عليا ضربه جزاء مضحكه جدا، يعني لا مش هجيب حكم اجنبي. هو في خلل في المنظومه التحكيميه في الدوري العام هذا العام، لكن تحت اي ظرف من الظروف انا مش هجيب حكم اجنبي. تردد ان في توقعات بيقودها احد رؤساء الانديه لالغاء الهبوط هذا الموسم؟ ايوه صح، في طبعا، واعتقد ان انديه كتيره مضت ان هم يعملوا هذا الكلام، وبالرغم ان يعني انا عندي ثقه في ربنا وعندي ثقه في الفريق وعندي ثقه في الجهاز الفني، لكن احنا برضو هنوقع معاه، لان في لخبطه كتيره قوي، الناس مش كلها واقفه في مراكزها، زي ما قلت لك احنا سموحه 10 مباريات، مش انا مش بعلق شماعه ولا بقول كذا ولا كذا، لكن احنا هنوقع معاه، لان في حاجات كتيره جدا يتحملها اتحاد الكوره، برضو ليس طعنا في احد، انا ما بطعنش في احد، لكن المحصله ادت الى ذلك. حضرتك يا باشمهندس في لائحه بيتم التوقيع عليها ببدايه الموسم بتقول ان في 3 فرق هيتم هبوطهم. صح، بس كمان ما هو في التحكيم لازم يكون له مستوى، ما ينفعش ابدا التحكيم بالمستوى ده يكون هو التحكيم، يعني لو انت لو اعد لك المباريات اللي احنا تعرضنا اليها لحاجات غريبه جدا، فاكيد فرق تانية غيرنا اتعرضت لمثل هذه المواقف، ما هو اللائحه دي تحترم من جميع الاطراف. وبعدين والله احنا وقعنا، وفي النهايه الاغلبيه الانديه هتاخد القرار ايا كان القرار يمين او قرار شمال، مش هتفرق معانا يعني مش هتفرق، لكن لما سئلنا تمضي معانا قلت لهم امضي مفيش مشكله. هو طبعا ربما النهارده 8 انديه تمضي على الغاء الهبوط، بس الاسبوع الجاي هيبقى نادي واحد اللي هيمضي
على الغاء الهبوط، لان في ناديين اوريدي خلاص هبط بالفعل. لكن طبعا فرج بيه انت طبعا استاذ ورجل فاضل، وكنت رئيس لجنه الشباب وحاليا رئيس لجنه الصناعه، ومن الصعب ان احنا نقول الغاء الهبوط، لانه ده بيتم المناداه بيه من اكثر من موسم. معنى كده لو مشينا مع كل موسم اللي بيهبطوا بيطالبوا، هيبقى ان شاء الله الدوري يمكن على سنه 2020 هيبقى 30 او 35 فرقه، ده امر صعب.